هاشم البسطاوي يفاجئ جمهوره ويقرر الاعتزال. إليكم ما قاله بالحرف، إليكم التفاصيل، فتابعوا الفيديو إلى آخره. فقد قرر الممثل الشاب هاشم البسطاوي نجل الممثل الراحل محمد البسطاوي اعتزال الميدان الفني. وقد قام هاشم البسطاوي كأول خطوة بحذف كل صوره على الإنستغرام، وطلب من جمهوره أن يقوم بنفس الشيء. والغريب في الأمر هو أنه يتبرأ من الأعمال الفنية التي شارك فيها. وقد أعلن هاشم البسطاوي اعتزاله عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الإنستغرام، حيث نشر تدوينة عبر ستوري حسابه قال فيها: أنا بريء أمام الله من كل الأعمال التي اشتغلت فيها، أسأل الله أن يغفر لنا جميعا، وكاع الصور المنشورة اللي بغى يحيدها غادي نكون من الشاكرين، شكرا والله ولي التوفيق إخوتي. وهكذا فإن هاشم البسطاوي قد خلق الجدل من جديد بعد إعلان اعتزاله الفن والتمثيل لأسباب غير معلنة. وقد تفاجأ متابعو الحساب الرسمي لهاشم البسطاوي اليوم الأربعاء بإعلان براءته من كل أعماله السابقة. وهذه الخطوة المفاجئة للفنان الشاب، وفي الوقت الذي تحدث فيه كثيرون عن احتمال قرصنة حسابه من طرف شخص مجهول، قام هاشم ليؤكد الخبر بمسح جميع صوره على صفحته ونشر الرسالة التي تم ذكرها سابقا. وقد استغرب آخرون من هذه الخطوة الجريئة، خاصة وأن البسطاوي الصغير لم يسبق له أن مثل دورا جريئا أو غير محتشم.